السماح للوفد الروسي بحضور مؤتمر أمني في فيينا، وأوكرانيا تشارك شكلياً. تخصيص ملايين اليوروهات لمكافحة العنف الذكوري ضد المرأة والطفل. انخفاض المواليد في النمسا وارتفاع الوفيات العام الماضي. مستشفيات النمسا تطلب 4000 عامل فوراً. أستراليا تضبط نمساوية في بطنها 124 كبسولة كوكايين. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكدت وزارة الخارجية النمساوية إصدار تأشيرات دخول للوفد الروسي للمشاركة في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا، وعللت ذلك بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية دولية، موضحة أن التأشيرة ستقتصر على يومين ولن يسمح بأي نشاطات أخرى للوفد الروسي. وكان الوفد الأوكراني قد أعلن سابقاً عن مقاطعته للجلسة، ولكن أكد حضوره إلى فيينا لكن دون المشاركة في الأحداث الرسمية. ويتزامن الاجتماع مع ذكرى الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير العام الماضي. أكد وزير الداخلية جيرهارد كانا أن النمسا أقرت أعلى ميزانية في تاريخها لحماية المرأة من العنف بقيمة 24.6 مليون يورو، وأوضح أن الميزانية تسعى بشكل أساسي إلى زيادة الوعي في المجتمع وتعزيز جهود الإبلاغ عن أعمال العنف، خاصة العنف العائلي، وتشجيع الضحايا على عدم الصمت تجاه السلوكيات العدوانية. ولفت الوزير إلى أن 90% من مرتكبي أعمال العنف هم ذكور، لافتا إلى تجديد العقوبات في هذه الجرائم من خلال حزمة شاملة لحماية الطفل بشكل خاص. انخفضت أعداد المواليد في النمسا العام الماضي بنسبة 4.5% عن عام 2021، فيما ارتفع عدد الوفيات في نفس الفترة بزيادة 0.2%. وقال المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية توبياس توماس، أدى التراجع في المواليد والزيادة في الوفيات إلى توازن المواليد السلبي في النمسا في عام 2022 للعام الثالث على التوالي. وكان رصيد المواليد والوفيات موجبا في 4 ولايات اتحادية، فيما كان هناك زيادة في فيينا. أعلنت المستشفيات في النمسا أنه يوجد أكثر من 4000 وظيفة شاغرة في مشافي الولايات الفيدرالية والمشافي التابعة للكنائس. ونشرت مجلة ميديا نت أن ما يصل إلى 6% من الوظائف شاغرة في جميع الفئات المهنية، خاصة في فيينا والتي تحتاج ل 1830 موظف بسبب ارتفاع حالات الإنفلونزا. وتقول إدارة المستشفيات أن الرعاية مضمونة، ولكن مع بعض التأجيل، فيما تحاول بعض المشافي تبادل الموظفين والبعض الآخر استعان بالمتقاعدين. ألقت سلطات الجمارك في مطار بيرث الأسترالي القبض على شابة نمساوية كانت في بطنها كيلوغرام من الكوكايين. وحسب صحيفة كورير، تناولت الشابة 124 كبسولة مملوءة بالكوكايين قبل السفر إلى أستراليا، وتبلغ قيمة المخدرات أكثر من 300,000 يورو، ومن الممكن أن تجزن ما يصل إلى 25 عاما في أستراليا. وكانت الشابة قد أخرجت 8 كبسولات في الحمام الطائرة ثم ابتلعتها مرة أخرى. إذا بصراحة معدتي قلبت وأنا بقرأ الخبر، وباعتبار أنا دارسة طب، لو كبسولة من دي اتفتحت في بطنها تعملها تسمم وتموت فورا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا تعليقاتكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.